بور انفو مساعتين 8 دقائق على راديو ميد. مرحبا بكم في سبور انفو. المنتخب الوطني التونسي يدخل في زوز تربصات انطلاقا من نهار 8 جوان باش يكون البرنامج على النحو التالي. تربص الاول دونك من نهار 8 ل 13 جوان، نهار الاثنين 8 جوان باش يكون حصه تدريبيه مع الخمسه ونص، نهار ثلاثة حصه تدريبيه مع الخمسه ونص في نفس التوقيت، نهار الاربعاء في نفس التوقيت زاد الخمسه ونص، نهار الخميس باش يكونوا زوز حصص تدريبيه، حصه مع 9 ونص نتاع الصباح وحصه الخمسه ونص نتاع العشيه، نهار الجمعه 12 جوان باش تكون حصه مع الخمسه ونص نتاع العشيه، ونهار السبت 13 جوان 9 ونص نتاع الصباح. بالنسبة للتربص الثاني اللي ينطلق نهار 16 جوان يوفى نهار 21 جوان، باش تكون نهار 3 16 جوان الحصة الأولى مع الخمسة ونص، نهار الأربعاء زوز حصص حصة 9 ونص وحصة 5 ونص نتاع العشية، نفس زوز حصص باش يتكرر نهار الخميس 18 جوان يعني 9 ونص نتاع الصباح و5 ونص نتاع العشية، نهار الجمعة 19 جوان حصة واحدة مع الخمسة ونص نتاع العشية، نهار السبت 20 جوان حصة مع الخمسة ونص نتاع العشية، ونهار الأحد 21 جوان حصة 9 ونص نتاع الصباح. نذكروا بالقائمة اللي وجه لها منذر الكبير الدعوة للتربص الأول باش يكونوا الملاعبية الحاضرين. نحكيوا على التربص الأول من 8 ل 13 جوان، هما فاروق بن مصفى، معاذ بن شريفي، وجدي كشريدة، صدام بن عزيزة، نسيم هنيد، مرتضى بن ونيس، فرجاني سيسي، محمد أمين بن عمر، محمد علي بن رمضان، نعيم سليتي، فخر الدين بن يوسف، سعد بقير، بسام الأسرار في سينو بارتير من نهار 16 التحق الوفد الثاني خلينا نقولوا اللي باش يلتحق بتربص المنتخب الوطني التونسي في تربص من 16 ل 21 جوان، هما كل من عاطف التخيلي، أيمن دحمان، حمزة المتلوسي، زيد بوغطاس، هاني عمامو، اسكندر العبيدي، حسام دكدوب، محمد المثنيني، احمد خليل، ياسين الخنيسي، محمد علي بن حموده، ياسين الشماخي، وفيرس بالعربي. مباريات مرحلة الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الخاصة بفرق كل من مستقبل الرجيش، قوافل القفصة، الأولمبي البيجي، أولمبيك سيدي بوزيد، باش تلعب آخر شهر هذا في ملاعب ولاية تونس الكبرى، نحكيو على ملاعب تونس أريانا بن عروس ومنوبة، دون حضور الجمهور في انتظار تحديدها بعد الاجتماع التنسيقي اللي باش يضم جميع الأطراف المتداخلة في وقت لاحق. في الختام، كشفت نتائج اختبارات فيروس كورونا المستجد وجود 9 إصابات جديدة في 6 نوادي في إنجلترا، وجاء في بيان رسمي من رابطة الدرجة الأولى الإنجليزية اللي أكد أن الاختبارات الأخيرة لفيروس كورونا أسفرت عن وجود 9 حالات في 6 فرق مختلفة، وأشار البيان إلى أن الاختبارات أقيمت من السبت 30 ماي ل 3/2 جوان وخضع على 1094 لاعب وموظف من الأندية، وأوضح أن اللاعبين أو الموظفين اللي كانوا تعرضوا للإصابة بالفيروس كورونا باش يدخلوا في عزل صحي اللي يتماشى مع المبادئ التوجيهية اللي قدمتها الرابطة. النشرة هذه وآخر الأخبار تلقاهم على سيت متاعنا www.radiomedtunisie.com ولا صفحتنا على الفيسبوك.